دي حلو برضه. سيبتها ضيع شويه. ما شاء الله الله اكبر يا جماعه، بقى مرتاح قوي في عربيتي. طيب قبل ما نبدا الفيديو هنعمل ايه؟ استمرارا مننا في دعم القنوات، اخترنا النهارده ثلاث قنوات اروع من بعض. اول قناه اسمها اسمع واحكم، بتتكلم عن ايه يا نم؟ بص القناه دي بتعلمك ازاي، بما انك انت ماسك التليفون 24 ساعه عمال تفر وتور وعمال تروح هنا وهنا وهنا ومش مستفاد اي حاجه، لا القناه دي هتعلمك ازاي تكسب من اليوتيوب، ازاي تكسب من السوشيال ميديا، ازاي تستغل وقتك، بتوجهك صح. القناه دي ناس شاطرين جدا، ناس فاهمه، مش بيقولوا اي كلام، لا ناس فاهمه ودارسه ما بيقولوا ايه. خش اشترك عندهم في القناه وفعل الجرس وشوف المحتوى اللي هم بيقدموه، وفعلا ناس تستحق ان الواحد يشترك عندهم ويتابعهم. تاني قناه معانا قناه العيله واللمه. القناه دي مطبخ عيلتي، فعلا فيها كل حاجه بحبها. اي قناه في الكون بيبقى فيها يا حلويات يا فيها طبخ العادي اللي هو الرز المحشي والكلام ده. اول قناه اشوف فيها كل حاجه، حلويات على طبخ على ما اعرفش، انا دخلت وجعت. احسن حاجه فيهم اللي هم بيعرفوك ازاي تعمل حاجه باقل الامكانيات وبيبسطوا لك كل حاجه. الناس دي فعلا شاطرين، الناس دي فعلا يستحقوا ان نخش نشترك عندهم في القناه ونفعل الجرس. طريقه القناه معانا قناه ايه؟ قناه فاتي فودي. القناه دي الميزه فيها قناه مش مصريه، هتشوف عادات مختلفه، تقاليد مختلفه، اكل مختلف، حتى فلوجات حلوه جدا. الناس دي شاطرين وبيقدموا محتوى جديد علينا. انا كنمر كل فتره بحب اشوف حاجات جديده، اوريكم الدنيا بره شكلها عامله ازاي. فعلا ناس شاطره جدا. خش اشترك عندهم في القناه وفعلوا الجرس، هحط لكم اللينك تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. خش قول لهم احنا نمرويه. يلا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله خير. بص يا نمرويه، بص يا نمرويه، قبل ما نبدا اي كلام، الناس لسه اول مره تشوفنا يبقى انت كده يا معلم مش مشترك في القناه، فبعد اذنك بسرعه هتلاقي في زرار لونه احمر عندك تحت كده، دوس عليه، خليه بدل ما يبقى احمر خليه لونه رمادي، مش هتخسر اي حاجه. طب لو انت بقى مشترك ومن نمرويه على وضعهم، ناقص لك حاجه واحده، فعل الجرس، فعل الجرس ودوس لايك على الفيديو. يلا بينا نبدا مصيبه النهارده. النهارده قررت اعمل لايه مفاجاه من الاخر. ايه بقى لها فتره كانت تعبانه وقايمه من عمليه وولاده والكلام ده كله. قررت النهارده اللي انا الخص لها الايام دي كلها المفاجاه بتاعت النهارده. انا عامل النهارده الايه حته مفاجاه، يا رب تعجبها. والله انا بحبك ومقدر كل التعب اللي انت فيه، انا ممكن ما بعرفش اعبر، انا تعبيري فعل. المفاجاه بتاعت النهارده هتريحك وهتبسطك. النهارده قررت هجيب عربيه لايه. ايوه هجيب عربيه لايه. الانسانه دي تعبت وطلع عينيها بطريقه مش طبيعيه خصوصا بعد الولاده، قررت ان انا اجيب لها عربيه. والمفاجاه الثانيه هكتبها باسم هرماس. يا رب يا رب يا رب تعجبك يا ايه. انا بدور على اي حاجه تبسطك، ويا رب الحاجه البسيطه دي تبسطك وتعجبك. انا بحاول اعمل اي حاجه في الدنيا عشان تبسطك. المفروض دلوقتي لما اتكلم ايه وهي بتلبس وانا مستناها في العربيه وهي ما تعرفش احنا رايحين فين. يلا بينا وشوف اللي هيحصل. يا رب المفاجاه تعجبك. انت قلبي. بتقعد ساعة تتأمل. سوري. عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. يا رب تكون سعادتك بخير ومبسوطة معانا. الحمد لله. النهاردة بنصور حاجة النهاردة حلوة كده على الضيق. نفسك في إيه؟ من جهة إيه بالظبط؟ نفسك يعني نفسك يجي لك إيه؟ أجيب لك إيه؟ هدية قصدك يعني؟ نفسي أجيب لك هدية إيه؟ خاتم ذهب، مش همانع يعني. قدامك حاجة من حلين. وخياري خيار ما بين خيارين، أجيب لي خاتم ذهب ولا أجيب لك هدية في بالي على ذوقي. وأنت ذوقك حلو بصراحة. نفسي في خاتم ذهب بصراحة. طب بص حطك قدام الأمر الواقع. طب أنا ما عنديش مشكلة، أجيب لك خاتم ذهب ولا أجيب لك هدية على ذوقي؟ خاتم ذهب. ما فكرتش كده. والله العظيم أقول لك حاجة، يعني أنا ده بالنسبة لي هبقى مبسوط. لو جبت لي خاتم ذهب ولا أجيب لك هدية على ذوقي؟ خاتم ذهب. طب والله هقول لك. يا جماعة. والله يا جماعة. يا رب يا رب. يقول لي أجيب لك حاجة على ذوقي ألاقيها إيه؟ ملبن. يا رب تثبتي على رأيك، يعني أنا أتمنى هتوفري لي كتير. اخر مره اخر نداء لطياره الدوحه. طب بمناسبه ايه؟ طيب من غير مناسبه، خاتم الذهب كان بمناسبه ايه؟ لا يعني اي ست في الدنيا بتحب الذهب. وانت زي ست، انت غير اي ست في الكون. انت ما فيش حد زيي. بطل، انا زي اي ست، هات لي ذهب وخلاص. ممكن اجيب لي خاتم ذهب وما عنديش مشكله. والله اسمعي. أنا قلت ان انا هجيبه في اول الفيديو، فانا دلوقتي اكتب لها في الكومنتات اجيب لها خاتم ذهب واجيب لها الهديه اللي في بالي اللي انا قلت لكم عليها. هديه ايه؟ قول قول قول. والله العظيم لاخر مره اقولها لك، عايزه خاتم ذهب ولا اجيب لك الهديه اللي في بالي؟ معاكي بالظبط خمس ثواني. خليني افكر، استخير ربنا الاول. انت مش مضمون، هستخير ربنا. براحتك. بس انت الثقه اللي بتتكلم بيها دي محسساني ان انت هتجيب لي مثلا مركبه فضائيه. مركبه فضائيه. التريقه التريقه وسخري بهدايا وفكر العميق. معاك خمس ثواني اهو. واحد اثنين
خلاص هات هدياتك هاتها لا لا خلاص بس لو ما عجبتنيش هرجع في رايي لا مفيش انت ليكي دلوقتي تختاري ده يا ده مفيش حاجه اسمها هرجع تختاري ده يا ده طيب يلا نشوف الهديه اللي انت هتجيبها لي يلا يا بنتي الهدايا اي واحده اجيب لك خاتم الذهب خلاص لا نطلع لا على أي نطلع على اقربها سايخ ونجيب لك الخاتم طالما الثقه اللي انت فيها قوي دي يبقى حاجه احلى من الذهب معقول ماشي انا موافقه موافقه طبعا خساره يا خساره يا ريت ما كنت اكدت على المعلومه طيب خلاص دلوقتي زي ما قلت لكم هتجه دلوقتي الى طريق المكان اللي هجيب لايه في الهديه يعني حرام عليك اقسم بالله العربيه دي شبه ايه كل ما يشوفني يقول العربيه دي شبهك وعامل كده زيها دلوقتي متجهين للطريق وهجيب الايه الهدايا اللي اتفقنا عليها اللي احنا وانتوا اتفقنا عليها يا ريتها كانت صممت على الخاتم يا ريتها كانت حلفت عليا 100 يمين على الخاتم تعرفي كلها ثواني وتعرفي والله عشان خاطري بتاكلوا هيجيب لي ايه ربنا يستر والله خايفه يبقى حاجه ضربه على دماغي انا ما عنديش مشكله تخش على اي محل سايغ وهجيب لي خاتم اي خاتم عينك تيجي عليها هجيبه لك طب امانة هتجيب لي ايه عشان خاطري طب استنى اركن لك على جنب عشان ايه عايزه ايه انا هتجيب لي ايه تحب اقولها دلوقتي ولا استنى شويه لا قولي قولي لا والله استنى حياتي عندك بصي انت نفسك في ايه يعني اكتر ثلاث حاجات نفسك فيهم نفسي في عياده شطحت قوي صح انت مش شطحت انت طرتي نفسي تاني حاجه ممكن اعمل شوبينج يعني بحب الشوبينج قوي ادمان شوبينج يا جماعه مين زيي اللي زيي يكتب انا ما عنديش مشكله قدامك دلوقتي حاجه محلين اخليك تعملي شوبينج ولا اجيب لك خاتم ولا الهديه اللي في بالي انت ايه الثقه دي هي هديه اغلى من الخاتم والشوبينج الواحد حاسس ان هو مرفوع الراس يعني واثق كام من نفسك ان انت ممكن تجيب اي حاجه لمراتك ايوه عايزه ايه خلصي احساس مش طبيعي انت عملت جمعيه ولا ايه من ورايا مش فاهماك الثقه اللي انت تعبانه معايا من ساعه لما اتجوزنا ولما يعني ربنا كرمك وولدتي الموضوع بقى صعب عليكي جدا وتعبتي وبهدلتي معايا جدا تمام فانا النهارده قررت يعني قرار كده يعني هو يعني هو لود عليا كبير بس يعني انا والله العظيم عارف دي حاجه هتبسطك وحاجه هتريحك ايه انا قررت اقول قول بجد قررت اجيب لك عربيه بتستعبط صح بتستعبط طب هتجيبها ايه منين يعني بامان ما خلاص بص طالما انا حاسس الصيغه بتاعتك اللي انت شاكه في كلامي هجيب لك الخاتم وخلاص تعالى والله بالله عليك انت بتتكلم بجد هنا وعربية قول والله طب والله العظيم هجيب لك عربيه بتهزر يا الناس عماله تتفرج علينا محدش عارف انك انت مراتي يعني طب لا بامانه هو ايه اللي بامانه قول والله هجيب لك عربيه ويمين بالله هجيب لك عربيه ربنا يخليك انت مش عارف انت بتحلف بالله المشكله طب بقول لك والله هجيب لك عربيه اقول لك ايه تاني طيب احلفك بايه تاني احلفك بالطلاق عشان تصدقي مش عارفه يا جماعه والله يعني فرحانه وخايفه عارفين بس هو حلف بالله والله العظيم هجيب لك عربيه فعلا عشان خاطر انت فعلا اتبهدلتي وتعبانه وغير كده انت بتخرجي الفتره دي يعني عشان خاطر شغلك بتخرجي كتير وساعات بيبقى هرمس معاكي فانا قررت ان انا اجيب لك حاجه فعلا تريحك انا والله العظيم قول والله يعني والله العظيم لو مش قادره يا جماعه لو قلت لك اجيب لك الدنيا كلها متاخر عليكي ربنا يخليك لي انا مش عارفه انا مش يعني يا جماعه لحد دلوقتي مش مصدقه انا بقولها لكم بكل امانه انا ما كنتش والله ما كنت عايز اقول لك كنت عايز اعمل لك مفاجاه هناك بس طالما انت مصممه كده ومصره وغير تحلفيني وتقولي عشان خاطري عشان خاطري وانت عارفه انا ما بردلكيش خاطر فانا يعني قلت اقول لك وبجد والله العظيم دي يعني 1% من اللي بتعمليه معايا انت كتر خيرك يا جماعه هو حلف بالله بالنسبه لي النهارده هيبقى اسعد يوم في حياتي بصراحه طب انا هسالك سؤال بصراحه يعني انت هتجيب الفلوس منين بامانه والله العظيم ربنا يعلم انا عملت ايه عشان خاطر اجيبها بس عايز ايه فجاه خلاص اتضربت تعالوا بقى نختار مع بعضنا العربيه المناسبه ليها ورنا ايه العربيه اللي هي فعلا هتليق معاها ما تخافش مش هكلفك يعني هجيب عربيه مش هتكلفك ده احسن انت عارف اسعار العربيات لا بس انا هجيب لك راجل يقول لك اسعار العربيات كلها قدام عينيكي وانت تختاري اقل واحده انا هحاول اختار والله اقل واحده فعلا اختار اللي انت عايزاه واللي انت بتحلمي بيه واللي انت نفسك فيه كله يعني اعتبريه مجاب يعني ده حاجه بسيطه من اللي انت بتعمليه معايا يعني طول حياتي كان نفسي في عربيه يكون لونها احمر يعني خليك ليا والله العظيم قسما بالله انا مش مصدقه انا فرحانه قوي يعني مش متخيله دلوقتي متجهين الى المعرض ويا رب يا رب نلاقي في حاجات كويسه نمر لازم ننزل الفيديو ده لازم طب انا بصوره ليه؟ عشان نزله ربنا يعطيك حتى يرضيك عشان كل الحاجات الحلوه اللي بتعملها عشاني والله العظيم يا جماعه هو عمره ما اتاخر عني يعني بفضل الله كل حاجه نفسي فيها بيجيبها لي
وصلنا في الناو المعرض ويلا باذن الله نختار سوا باذن الله. يلا بينا ان شاء الله. يعني انا شايف في عربيات تحفه بس ما شاء الله نختار احسنهم. يعني نختار احسنهم والمناسب لينا. ها يا رب. يلا حلو قوي. نيسان بعشق العربيه اصلا. نيسان لون جديد كمان والله. تركب عربيه اعلى مني ازرق غريب كده مش عارفه هو باين له عربيتي برضو. لا بتاعك ازرق بيبسي هو اللون ده. ايوه ايوه والله بقيت بتفهم في العربيات. بص انا قررت اغير الاحمر في الوان احلى. بقى من جوه من جوه بصي تحفه ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه بقى مرتاح قوي في عربياتي. انسى دي ليا. تعالي هنا اشوف هتبقى قاعده مرتاحه ولا لا. تعالي ايه رايك؟ حلوه قوي ما شاء الله. انا عايزاها عايزه دي والله. مع اول عربيه ركبتيها عايزاها؟ انا مش عارفه بقيت عايزه كله. لا بس هي ما شاء الله على فكره حلوه ولايقه عليكي والله العظيم. بجد؟ والله لايقه عليكي جدا. شكلها لايقه عليكي جدا. اللي بيشدنا العربيات الزرقاء بس. على فكره دي حلوه قوي. الام جي برضه حلوه جدا. دي حلوه برضه صح؟ بس بتاعها ضيق شويه. ضيق ازاي؟ مش يعني جنبك التنك من اولها. ايوه يعني انت عايز تاخدي تاخدي راحتك. لا انا انت فاكره نفسك في بيتك. لا بحب الحاجه المريحه فمش يا حاسه ليها فعلا صغنونه شويه. اه صح يعني الكراسي انت شايفها صح ومسكيه ماشي والله مش موفقين فيها. تعالي نشوفها تغيرها. الله اكبر. انا شايف دي اوسع واحلى عربيه فيهم بجد والله. بص شكلها تحس ان انا الله اكبر راكب طياره. دي حلوه جميله قوي دي. انا هديك عربيتي وهجيب انا واحده. لا عشان خاطر انت لسه في السواقه مش قد كده. لا 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 ماليش دعوه يا بنتي اسمعي الكلام. ماليش دعوه. بقيت ناصحه قوي. يا ريتني كنت ده عربيتي من الاول. بقيتي مرتاحه قوي في العربيات. بقيتي جريئه قوي على فكره. دي فعلا اريح. ايه اوسع واريح. اتمكنت من السواقه ولا لسه هتتمكني؟ لا مش متمكنه بس اكيد هتمكن. يبقى خلاص تاخدي عربيتي. لا لا اتمكني فيها براحتك. لا وبعد كده خدي دي. نسال عن بقى الاسعار. انت بس ما تكيش على الاسعار. انت شوفي الحاجه اللي انت مرتاحه فيها وخدي اللي اي حاجه تشاور عليها. اكتر حاجه عجبتني الشيفروليه بقى. دي انا بعشقها. دي روحي فيها دي. بسم الله الله دي دي تحفه بس ما شاء الله ما حصلتش ما شاء الله. دي جميله جدا. اختاري. تعالى بص نسال على دي ونسال على الشيفروليه ما بينهم. يعني انا ارتحت قوي هنا. انا ممكن اعمل معاكي حاجه حلوه والله العظيم. هديك عربيتي ونجيب دي لينا. لا يمكن بنت في ايه؟ انت كنت كده؟ بصراحة اه. هو الانسان كده ما بيدخل الاشنسات بيطمع يا جماعة. حلوة برضه دي. الجوك دي. نيسان الجوك دي حلوة قوي. دي اللي انا استحملت عليها بإذن الله يا جماعة. بص حاسس ان هي بس ورا ضيقة شوية. ضيقة شوية. شوف وبإذن الله نستقر كده. هي دي أكتر حاجة عجبتني أنا يعني. حاسة إن حتى سعرها مناسب. فهنشوف دلوقتي ونرجع لكم. بقينا بعد المغرب والهنم عمالة تدور على العربية بعد لدي. مرور ساعات أخيرا أخيرا في نوعين عجبوني قوي قوي مش عارفة أستقر عليهم. فنمر قال لي أنا هختار لك واحدة نيسان قشقاي عجبتني قوي والتانية نيسان جوك. بس أول حاجة النوعين دول أول حاجة يعني حلوين كل حاجة. بس الفكرة كلها أنا في حاجة هي مش عارفه تستقر وغير كده هي اصلا مش بتفهم في العربيات قوي. فانا قلت لها طب يعني خلاص سيبك من دول انا هجيب لك حاجه على ذوقي. في لون معين ايه كانت تتجنن عليه من فتره انا هجيبه لك. هديك نص ثروتي لو قلت ايه اللون ده. كان في عربيه من فتره مع دايما جنبنا ايه كانت هتتجنن على اللون بتاعها. اراهنك انت مش فاكره اصلا اليوم ده. الراجل وراني عربيه شكلها وهم حرفيا شكلها الله اكبر عليها. بس الفكره كلها مش هنستلمها النهارده هنستلمها بكره. فان شاء الله ربنا يا رب يكرمك بيها ويحفظك وان شاء الله تعجبك. ايه هو اللون بالله عليك عشان خاطري عشان خاطري. اتقالي براحتك. عايز اجيب لك اللون اللي انت عايزاه ولا نستنى لحد بكره اجيب لك اللون اللي في دماغي؟ لا نستنى لحد بكره. دلوقتي بقى نستنى عادي. مش قادره يا جماعه انا فصلت من كتر ال لك من شويه اجيب لي خاتم الذهب. شفتي يا لهوي على الدنيا. اجيب لك خاتم الذهب دلوقتي؟ لا لا والله ربنا يخليك ليا. قسما بالله النهارده اسعد يوم في حياتي وبكره يبقى الاسعد باذن الله. ما تبص كتفي يا علاء. ما تبص كتفي ولا ودني ولا ودني يا علاء. حبيت اشارككم لان اي لحظه حبيت اشارككم. ايه انا اللي بشارككم. حلوة بتمر في انا اللي بشارككم. انا اللي مفتح الفيديو. قال لي سبب الفيديو ماشي. بس بشكل عام يعني اي لحظه حلوه في حياتنا انا بحب اشاركها معاكم. ربنا يخليك ليا نموري. ربنا باذن الله باذن الله بكره باذن الله العربيه توصل قدام البيت يعني باذن الله. شوفوا بتاع بكره وان شاء الله ربنا يا رب يكرمها ويعجبها جدا 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 يا رب. استنوا المفاجاه بتاع بكره.